وانا اقول ايه الاخبار يا ناس حلوه، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في الستريم النهارده. لعبه النهارده اتمنى تكون رعب، لعبه من الالعاب اللي كانت على الرادار عندي كده بقالها فتره، اسمها دول هاوس او بيت الدمى، بيت العرايس يعني. بقالي فتره عايز العب اللعبه دي. ماشي. واخيرا يعني اخيرا هقدر العبها، فاتمنى انها تكون حلوه واتمنى انها تعجبكم. وغير كده كمان اللي بيتفرج على الستريم لايف على تويتش هيكون عنده فرصة ان هو يكسب نسخة من اللعبة. اللعبة اصلا مش رخيصة يعني، هي ب $30 اعتقد، ففي نسخة زيادة جات لي من المطورين فقلت لي لا اعمل لها جيف اواي وكده. فدي خلاصة الموضوع النهاردة. عندنا جامب سكير اليرتس، لو حد حب يعمل دونيشن يعني هتخض طبعا، فربنا برضه يستر من ده. وبس ده كل اللي انا عايز اقوله النهاردة. فاتمنى ان اللي اسمه ده، اتمنى ان الناس تيجي بقى وكده عشان عايز ابدا. الصراحه انا لازم احط كاونتر في اول الاستريم، والله لازم احط كاونتر في اول الاستريم عشان زيد اهو. مصطفى بنفسه جه، مصطفى هيمسلف الاسامي دي والله. مصطفى ذات نفسه وصل الاستريم. اوكي، فخلينا نبدا اللعب مع بعض. يا بقى رعب، قول يا رب. انا كاتب في العنوان تقريبا رعب للكبار فقط لان ده اللي وصل لي. اوكي، انا ما اعرفش ده اللي وصل لي. ماشي، هتلاقي البوت كل شويه بيكتب اصلا اللعبه مش رعب، بيست كاتب تقريبا. قول يا رب، اسمها دول هاوس وفي جيف اواي النهارده على النسخه. قول يا رب. اوكي، بسم الله. ماشي، اللعبه فيها مالتي بلاير، ما عنديش اي فكره مالتي بلاير عباره عن ايه، بس هنخش على الكامبين وندوس نيو ستوري. عمل اول ديلي. هلو هلو يا ملك، هلو، منورين الستريم يا جماعه. صوت اللعبه عالي. اوكي، ايزي ولا نورمال ولا هارد ولا اكستريم؟ شينو ويلكم تو تسخيم. طيب ايزي ولا نورمال؟ تو لاود، ما هو عشان تتخضوا معايا لو في جامب سكيرز، بس هوطيه شويه. حاضر. نورمال. منورين يا جماعه. السيم النهارده يبقى ساعه ونص مثلا، ساعه كده. ان شاء الله تكون اللعبه حلوه، يا رب تكون رعب، يا رب تكون رعب. والله مكتوب عليها انها رعب في ستيم. يا رب رعب، وعندنا جيف اواي نسخة في الاخر الاستريم، يا رب تكون رعب. 1959 في هوليوود. ال اي. اللي عايز الجيف اواي بقى ما تقدرش تعرف امتى الجيف اواي. البوت هيقعد يقول لك كل شوية ان الجيف اواي هيكون انت وحظك. في نص السنين كده ممكن اقرر انا عايز اعمل جيف اواي. اوكي. ايه ده؟ اسمي ماري ودي قصتي. دي بدايتها ونهايتها. بي سي على ستيم. ايه ده؟ القصة دي مبنية على قصة حقيقية. بحب انا ده. You didn't get the role, but you were able to do something else. انت ما جالكيش الدور بس تقدري تعملي حاجة تانية. للأفضل أو الأسوأ، أنت فضلت على قيد الحياة. بقالك فترة ما بتشتغليش في ده، بس أنا عارف إن أنت تقدري تعملي كده لأن دي قصتك وأنت تقدري تتحكمي فيها. إحنا دلوقتي قربنا من العرض الأول للفيلم، أنا عارف إن دي حاجة صعبة عليكي بس لازم تعملي الحاجة اللي أنت ما كنتش فاكرة إنك تقدري تعمليها. بالتوفيق. يعني دي ممثلة من الآخر، أوكي؟ دي ممثلة. ماشي؟ هود هود، ويلكم تو ذا ستريم يا هود هود. دي طفلة. أنا مستنية اللحظة دي من زمان. إحنا جايين بدري وعندنا وقت. أنت حفظت وعدك، أنت فعلاً حفظت وعدك. كل أصحابي هيغيروا مني وعايز أشوف وشهم. لما أكبر هجيب أطفالي هنا كمان. أنا مش مصدقة إن مامتي هي ماري المشهورة. أكبر محققة في العالم. دي أحسن هدية لأي حد. مامتها اسمها ماري، أكبر محققة في العالم. البنت الصغيرة دي مامتها اسمها ماري. من إخراج أندرو تسان. هي اللعبة دي شكلها حوار على فكرة. مامي؟ أنا لقيت طريقة أخرج بيها دلوقتي. لا تثقي في روز. لا تثقي في روز. اوكي، الفصل الاول لقيناها بره مش عارفه تفتكر ايه اللي حصل قبل الحادثه. احنا مؤمنين ان هي بقى عندها امنيجيا او عندها فقدان ذاكره. هي دي ماري، دي الام اعتقد، دي الام.
ليفل الصوره دي ليفل لودنج. النايت بوت بيكتبها اهو. لو طلعت من الرعب طب هو كاتب تقريبا رعب. ايه تنبيهات الرعب اهي. الله يسامحك اتخضيت منها ليه انا؟ ومش كان انا شايف الاليرت واحد بالظبط في التوقيت. هو ده الرعب لما حد يعمل دونيشن بيطلع حاجه تخضني. اوكي دوس كيو عشان تشوف ورا كتفك اليسار كده يمين سبرنت شيفت. هي ليه السروم زغلله كده؟ خد الراديو. السروم زغلله قوي صح ولا دي حاجه في اللعبه اعتقد. هلو Am I speaking with Marie? هل انا بكلم ماري؟ Good. كويس. You're still in one piece. سعيد ان انت لسه زي ما انت يعني لسه My كويسه. Rose. اسمي روز وانا هنا عشان اساعدك. اوه Your memories have been infected by different parts of it. ذكرياتك اتأثرت ب discern the truth to escape. Be careful though. These parts of it are hidden. It will stop at nothing to keep you from remembering. ايه ده؟ Would you kindly pick up your eye? البنت دي بتكلمني عن الشيء بتقول لي انت جالي فقدان ذاكره ذكرياتك انفكتد يعني اتلوثت او اتعدت جالها عدوى يعني من ات ده اللي هنسميه الشيء. انا ما بحبش كلمه ات دي لان فيلم ات بالنسبه لي حاجه رعب قوي. ات ولازم نلاقي ذكرياتنا عشان نفتكر تاني. ودلوقتي بتقول لي ممكن تاخدي عينك من على المكتب. في عين هنا او اوكي الصوره اوضح شويه. عينك مكسوره استخدمي الريبير كيت عشان تصلحيها. اهي اوكي رايت كليك. ايه ده ايه الحوار ده؟ اف نو هيد هير سيف اند ايكويب تو ابيليتيز اي كانت ليت يو ليف ان بريبيرد. دلوقتي روحي على الخزنه بتاعتك وخدي موهبتين عشان ما ينفعش تمشي من هنا وانت مش مستعده. اللي بتكلمني واحده اسمها روز وبنتنا قالت بنت ماري اللي بنلعب بيها ماري اللي بنلعب بيها محققه بنتها قالت لها لا تثقي في روز. واللي بتكلمنا دلوقتي روز المفروض انها الممرضه اللي بتاخد بالها مننا بعد الحادثه واحنا مش فاكرين ايه اللي حصل في الحادثه. By cutting me out you killed me and I'm the monster. بكونك تجاهلتني انت قتلتني. وبتقول عليا انا الوحش. What is the giveaway؟ الجيفاوي على نسخة من اللعبة دي. اللعبة دي فيها قصة عميقة جدا وفيها اونلاين. بس ايه بندر منور. اوكي اوبن سيف. اوكي بيقولك ممكن ناخد موهبتين. Reveal all items around you for 10 seconds except memories. Gain infinite stamina for 8 seconds. ايه ده. Reveal all standards door for 10 minutes. Reveal all your pursuers. ده في ناس هتجري ورانا for 5 seconds. Hide yourself. انا حاسس ان hide yourself دي مهمة هاخدها. لحظة هي ليه unequipped؟ لحظة هو على اي اساس انا معايا 7 points فانا لازم لو هاخد حاجات تكمل 7 points. يعني ممكن اخد واحدة يعني ممكن اخد دي بتاعت الابواب وواحدة كمان ولا ينفع اخد دي؟ ينفع اخد دي ينفع اخد دي كمان. اوكي يعني ينفع اخد الحاجات اللي تحت كمان. ده ايه الحوار ده يا جماعه؟ ده في ابيليتيز كتير. اوكي ايه دي؟ فانش حلوه. عجباني كلمه فانش دي. عجباني فكره فانش انك تختفي من الاعداء. في نفس الوقت في حاجات هنا شكلها حلوه كتير. طب العين تراك اول ميموريز 25% فاستر. انا هاخد فانش يا جماعه وبتاعت الابواب. اوكي انا كده اخدت موهبتين ماشي. طيب انت جاهزه امشي من هنا لما تكوني مستعده. اوكي يا الوان اللعبه ابيض واسود ليه كده؟ اتخضيت ليه؟ يخرب بيتك كده دي شجره وانا شايفها اصلا. You need to come back here after you've exposed it inside the dressing room. But there are things you need to know before you continue. إيه؟ Trust me, it will help. You'll have a chance at survival. Okay. Let's start by finding where you last died to initiate a playback. إيه؟ تقولي في حاجات لازم تتعلميها قبل ما
تتحركي وتحاولي تحاربي الوحش إت، لازم تمسك، لازم تقبضي على إت، على الشيء. بس الأول خلينا نبدأ. الدنيا ظلمك يا ليه؟ إيه ده، في إيه؟ بتقولي الأول خلينا نبدأ بإننا ندور على المكان اللي أنت مت فيه قبل كده. في لا مش عايز، لا مش عايز. collect fragment، خدت حاجة. في صورة هنا. collect photo، اوكي. الكلام على الحيطه ده اسمه فراجمنتس، وبيدينا اكس بي يا جماعه. احنا ممكن نليفل اب في اللعبه. انا مش مرتاح، انا خايف اجري اكون بعمل صوت ويجري ورايا وحوش ولا حاجه. اوكي اوكي، ده المكان اللي احنا متنا فيه قبل كده، وصلنا له. اوكي نعمل ايه بقى؟ Initiate playback. عيد صياغة السيناريو يعني. A playback restores everything you lost from your past life. ايه ده؟ You will need to use your resources carefully to survive. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ تاني 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 تاني. Playback. Okay. Use ability space. Space عمل ايه؟ اوه! Space باين لي باب اخضر. Abilities will help you survive in this world. فهمت. فهمت 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 فهمت. يعني انا ممكن دلوقتي استخدم الابيليتيز بتاعتي واغيرها كده. بس ده بيعمل لودنج شويه. طيب ده ايه ده؟ بيك اب كي، خدنا مفتاح. عايز اعلي لكم صوت اللعبه ممكن؟ نعلي لكم صوت اللعبة شوية، اوكي؟ وعايز اجيب مية. لحظة يا اخوانا اجيب مية بس، معلش. هي اللعبة جوام تنشن ولا انا بيتهيألي؟ هي شكلها مش الرعب اللي هو تو ماتش، بس في نفس الوقت فيها تنشنة يعني. احنا لسه في الفصل الأول من اللعبة وعايزين نفتح الباب بس. محتاجين يا جماعة مفاتيح. اوكي دي المفروض ممكن تفيدنا. ايه دي؟ ايميلي؟ دي بنتنا. The people, the architecture, the roles. Everything was created from our imagination. Then this nurse came and ruined it all. قصة اللعبة في السريع، بنلعب بمحققة بتحاول تعرف هي ماتت ازاي. You never know what you'll find. هي قالت ايه دي؟ ما ركزتش. Collect a chalk box. العرايس دي بتعمل حاجة ولا ايه؟ مش عايزة تجري ورايا والله. هي قالت ايه يا جماعة دلوقتي؟ عشان ما ركزتش والله، أنا آسف. اوكي احنا ممكن نجري. هو في حاجه هنا. اوكي اوكي دودل تي. اوف. طب في ماب؟ يا جماعة احنا محتاجين طباشير عشان نرسم لنفسنا الطريق عشان نعرف نمشي منين. بص ليك يا ليه.
طب انا ازاي لو ده تراب؟ لا. طب استنوا، فين الابيليتي بتاعت الابواب؟ اوكي ده بيقول لي امشي من هنا، بيقول لي هنا في حاجه. في ايه الاصوات دي؟ والله في مفتاح هنا ولا ايه؟ محتاج ميه، لازم تحل الالغاز. انا محتاج الميه بتاعتي، انا متوتر والله. وفي هنا كده في باب تاني اهو. حلوة بالموهبة بتاعت الأبواب دي. إيه ده؟ إيه اللي جوه ده؟ دودل أون ذا وول. ده أوبجيكتيف عندي أصلا، نرسم على الحيطة. طيب. Erase the doodle on the wall. طب إزاي أريس؟ ترى تقريبا حسبناها غلط. رسمناها غلط. Keep doodling on the wall so you don't get lost. كيف بتقول لي ارسم على الحيطه كتير عشان ما تضيعش. جمع تشارج. احنا المفروض نمشي على التوتوريال. طب استنى. اوكي انا كنت بحاول اخد دي ما عرفتش اصلا. ايه بقى التشارج دي؟ اوكي تشارج. فلاش تو ديسيبل تراب. ايه؟ ايه الهبل ده؟ هنا ده فعلا تراب يا جماعه. ما عندكش تشارج كافي. في تراب هنا زي ما قلت لكم، الحاجات دي ترابس. طب عايزين نجمع تشارج. استنى تشارج. هي اصلا بتيجي بتملى لوحدها من تحت على اليمين. اوكي هاي بيستي، انا بتفرج على ارشيف منور. اوكي تعال نجرب كده. استنى بتاعتنا فضاء. اوكي نجرب كده نشوف اللي هيحصل لما نعمل كده. ماشي فلاش ا مانيكن، نعمل فلاشنج على مانيكان. اوكي وانا ليه ما بقتش عارف اجري خالص كده؟ دلوقتي اقدر اجري. اوكي طب هل هو محدد؟ محدد. اوه ايه الباب ده؟ I don't have enough memories to enter. محتاج ذكريات عشان ادخل هنا. اوكي حلو حلو. عايزين تشارج تاني. طيب ولا احنا جات لنا التشارج. اوكي تعال نروح للمانيكان ده نعمله فلاشنج هنا. لا ده المانيكان اللي كان في الاوضه اللي هناك ولا ايه؟ اوكي هو ماشي بيقول لك فلشه. فلاش تو ريموف ا ميموري بلوك. اوكي بيقول لك برضه الفلاش بيساعدك تشيل الميموري بلوك او ال الحاجه اللي بتغطي على الذكريات. اللي بيقول لي بث معلق، اسال الناس هل البث معلق عندكم يا جماعه؟ لو مش معلق عندهم يبقى مشكله من عندك. ايه الصوت ده؟ اوكي فين البتاع اللي احنا عايزين نشيلها؟ هنا؟ معقولة؟ طب انا ازاي؟ وات؟ Don't get too excited. You'll need to use a lot of these later. Open your journal to view the items you've collected. افتح الجورنال عشان تشوف الحاجات اللي انت فتحت اللي انت خدتها. من فين؟ Items and stations. اوكي وبعدين؟ There are threats active in this area. Analyze each type so you have an idea of what you're up against. اوكي بيقول لي في وحوش هنا. اعرف كل نوع من الوحوش بيعمل ايه عشان تعرف انت بتحارب ايه.
Dolls provide insight on the part of it that is after you. ايه؟ العرايس اللي بتلاقيها بتقولك ايه الجزء منها اللي بيدور عليك، يعني ايه؟ لحظة، فين العرايس؟ ايه؟ مش فاهم. فراجمنت كيز، ايه ده؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه يا عم ايه اللي حصل في اول ايه اللي حصل في اول ال ليه اتوترت كده؟ ايه اللي حصل في الاول ده؟ انا ما فهمتش ايه الاليرت اللي طلع لي ده؟ شكرا. فين الوحوش؟ ايفيدنس؟ اه اهي هتبقى هنا؟ مش هاي. طيب يلا يلا نكمل. واضح ان احنا نبدأ نقابل دلوقتي وحوش وحاجات. اوه في حاجة تانية ممكن اعملها انلايز. evidence updated. ايوه اسمه evidence. استنى بقى اسمه evidence اهي part f. اه هي دي العروسة. اوكي دي العروسة اللي بتجري ورانا. ينفع تعلي الاضاءة ولا ده اخرها؟ مش عالي اضاءة لعب رعب. انت عالي الاضاءة من عندك. انت شايف اللي انا شايفه بعينيا. وانا ماشي غلط ولا ايه؟ ايه فيه؟ التليفون رجع تاني يا حماده. شكلنا ماشيين غلط يا حماده. اه اوكي كده ماشيين صح. نعمل كده. اه لحظه. Hold to analyze. اوكي. احنا ممكن نحلل اي حاجه. Traps will injure you. Be careful when they activate. مش فاهم. لحظه عم بنانلايز ايه كده؟ المانيكان؟ اوكي. These mannequins aren't just window dressing. They'll strike when you least expect it. What? Excuse me, eh? بيقولوا لي المانيكانات دي مش مجرد تماثيل في الماب وخلاص. هيضربوني وانا مش حاسس. يعني هيجروا ورايا او يزعلوني وانا مش متوقع يعني. تفهمناش على كده. ايه الدبدوب ده؟ في حاجة هنا. تشارج حلو. اوكي. هاي 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 هاي. As your fame increases, you can unlock more skills. اوكي كل ما الفيم بتاعنا يزيد بنفتح سكيلز جديدة. Memory blocks are obstructions. Naturally, they appear at the most inconvenient time. Now open your journal to view the evidence you've analyzed. اوكي بيقول لي افتح البتاع ده وشوف الحاجات اللي انت فتحتها. اش دي ال دي ال ده المانيكان. بو انت عارف انا عملت كده ليه؟ عشان كنت هتخض وارش الميه على ال على الكيبورد وانا الكيبورد بتاعي مش ناقص اساسا. بودي احسن من التانيين اصلا. بودي بتشتغل ساعات وساعات لا والله حسب درجه توتري عامله ازاي. اوكي اوكي اوكي. هنا ترابات، هنا مانيكانات، هنا ال parts of it. it ايه ال it ده؟ These threats will be more active and lethal as you progress. Be wary. I think we've covered the basics. Okay. Let's head to that dressing room. I've marked the location. ماشي يا جماعة من الآخر كده
بيعلمونا اللعبة ماشي. علمونا اللعبة خلاص يعني انا فهمت ايه اللي بيحصل. في حاجات لازم نعملها انالايزنج عشان نفهم اللي بيحصل اكتر ومش عارف ايه، نفهم الوحوش. وكل ما نلعب اكتر كل ما تبقى الوحوش اعنف. الله يخرب بيتك. اعملي فانشنج. فين فانش؟ فانش. كنا نعمل بتاع ازاي؟ اوه شفتهم بيتحركوا والله، والله شفتها بتتحرك اقسم بالله. يب كانوا بيتحركوا ولاد الذين. اوكي هنفضل في الكورنر هنا ونفلش عادي. استنى بس يجيلي فلاش بس. هو ما بيتحركوش غير لو انا وانا وانا ما ببصش عليهم صح. يلا اعمل فلاش. قربت اهي، قربت 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 قربت. اوكي كويس. بسرعه بسرعه بسرعه، عايزين ندخل هنا بسرعه. اوكي I need the master key. يخرب بيوتكم. I knew this would have been too easy. You'll need the master key. There it is. عايزين نروح نجيب المفتاح. المفتاح هناك. انا عملت 360 غير مفهومة اقسم بالله. اوكي مش كده. شمال. اه ماشي، ده كان ميموري بلوك ما كانش حاجه تخوف يعني. اوكي معيش معيش تشارج، عايز اخش المبنى بس معيش تشارج. استنى وانا الاعمى ولا بيستي بيشوف بالضلمه. علي برايتنس من عندك. لو عليت برايتنس من عندك يا جماعه مش هتستمتعوا بالجيم بجد. اوكي نبدا. لا بقى just as I feared. You need to find enough memories to open the door. They're inside film canisters. You need to use your focus. محتاج اجيب المفتاح الرئيسي عشان افتح الباب اللي هي عايزانا نروح له. بس عشان نجيب المفتاح الرئيسي لازم نخش اوضه محتاجه مننا ذكريات. فوكس بايه؟ فوكس بايه؟ كانوا كاتبين فوكس بايه؟ كنترولز لوك اند موف انتراكت توجل لايت فوكس فوكس يوزابيلتي سبيس رايت ماوس بوتن. اوكي بو يا عم بو ايه؟ انا بتخض منها ليه دي؟ بتهزني ليه والله؟ طيب ايه ده؟ You are now seeing through the eyes of your pursuer. While focused, you can track memories. انا كده شايف من عيون tracking draws attention. البرسور. Memory found. اه فهمت. فهمت. ده الوحش الغريب اللي احنا كنا شايفينه واحنا دلوقتي باصين من عيونه بنعرف ناخد منه اماكن الحاجات. اوكي بصوا بقى دلوقتي نلاقي ايه. شايفين؟ هنشوف بقى الميموريز فين كلها. فمثلا في واحده هنا. اوكي ضيعت التشارج على الفاضي تقريبا. وانا اوصلها ازاي دي؟ او تشارج تاني. حلو بلس 1 تشارج. Plus one charge. ماشي.
اوكي استخدمت مفتاح. اوه المفاتيح بتضيع. اوكي يا حاجه اختفي انقشعي بليز. You collected a film canister. You need to extract the memory inside to use it. Bring it to a memory station. يا الهي دلوقتي خدنا كانستر المفروض ناخدها للميموري ستيشن عشان نطلع منها الميموري. اللعبه فيها حاجات كتيره قوي محتاجين تتعلموها. خلي بالك انا عامل جيف اوي لنسخه من اللعبه دي في اخر الاستريم او في نصه او كده مش هقول امتى الصراحه بس هيبقى في حته كده في النص. فانتوا حظو ايه ده في ايه؟ اه ممكن اعمل انلايز اعمل انلايز تمام بس كمان من هنا مثلا بلاش بقى اوه لان واحده اتكعبلنا في واحده كمان كويس. ايه الموسيقى دي؟ هقول لكم على حاجه عشان بس ايه ما تصدعوليش. ماي بيوتيفول برين هولد اون وان سكند. زير يو جو زير يو جو. في حصل تغيير ولا لا؟ اه ماشي اوكي سوري. ايه ده في ايه؟ ماشي. زير يو جو اوكي انجوي. هتشوفوا الاضاءة انتوا بس انا الاضاءة عندي زي ما هي. ايه ده لحظة واحدة. هو التمثال ده بقى يتحرك عادي كده كده من غير ما يخاف مني يعني؟ ما تعليهاش يا عم يا عم عشان تشوفوا يا عم عشان ما حدش يقعد يقول لي مش شايفين يا بيستي وبتاع. انتوا اللي طلبتوا. تحس فيلم ابيض واسود ما اللعبه ما فيهاش الوان. اه الجهاز ده اصلا بتاع اوكي. هو مش المكان ده كان فيه وحش يا جماعه؟ ايه الجو ده والله وتطلع والله كان فيه وحش المكان ده كان فيه وحش متاكد. مش عارف بقى. اوكي سكيور ميموري 7. ايه ده لحظه Classic secure. Secure memory here for plus 50 XP. Secure memories will be saved and used in the editor. Eh? This يعني. Memory is currently being extracted. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الجو ده؟ خلاص كده ينفع احط غيرها؟ Your memory has been extracted. Go back to get it. هوبا! Okay, pick it up. ماشي. Good. You've extracted your first memory. Now. التمثال الجهاز بياخد 20 ثانية عشان يعمل كول داون. طب احنا محتاجين كام ميموري؟ اوكي هو خلص نعمل كده ماشي. ماشي ناخدها. You have enough extracted memories to enter the lost room. Appear now. في حاجة حصلت. والله في حاجة حصلت دلوقتي. استنى معانا ميموري كمان. لسه كل ده انا عرفت اللعبة دي اونلاين هتبقى ايه. اكيد بتمشي في المتاهة تجمع ميموريز وفي نت ضدك ناس وبتاع. لان اللعبة فيها اونلاين. انا معايا ميموري ثانية ولا لا؟ لحظة كده. لود اوت. اعتقد ان انا كده معيش ميموري زياده ولا ايه؟ انا اعرف انا اعرف استنى. ما كانش قصدي اعمل كده. فيم انكريز اوكي. اه انا نسيت ان احنا ممكن نبص صحيح بكتفنا. ار بيخلينا نشوف كده وكيو بيخلينا نشوف كده. القطه نايمه بطريقه كيوت قوي. اوكي. يا جماعه لو حد شايف ان اللعبه مش رعب ومش عاجباه يمشي من الاستريم بس. حد مبسوط بان انا بلعب اللعبه وفرحان بالطريقه وكده ينورني في الاستريم. البوت حرفيا بيكتب لك اللعبه طلعت مش رعب. طيب هو كاتب تقريبا رعب. انا ما كدبتش.
فانت بقى قرر بقى عايز تتفرج عليها ولا لا. بس يا عم وطي الاضاءة. متأكدين؟ اوطي الاضاءة؟ طب هخليها كده ماشي؟ اعلى سيكة صغيرة من اللي انا عامله عندي. يعني بص هتبقى عامله ازاي؟ كده. اللي هو يا دوبك تشوفه بس برضو ايه؟ مرعبة شوية. اوكي. بسم الله. كده المفروض نفتح الباب ده. نايس. اوكي. الباب اتفتح. في ايه؟ It seems to have hidden the master key in the present. You need to play this game to get it. Use the beacon if you need help. محتاج تلعب اللعبة دي عشان تاخدها. لحظة. ايه؟ كنز كنز اراوند ذا روزي لايت اب مستر فلوبي اكس 2 لايت اب مستر فلوبي اكس 2 بو. ايه ده؟ عملتها. جيت ذا ريست. ريست ايه؟ ريست اوف وات؟ لحظة انا ممكن اشتري ممكن اعمل ابجريدز معايا نجمتين. اوكي تعال نشيل فانيشنج هايد يور سيلف مش عارف ايه. انا اكويب. تعال نجيب حاجة مفيدة أكتر. تعالوا نجيب مثلا مفيش حاجة بتحذرني قبل ما وحش يقرب مني. ايه الصوت ده؟ Recharge your light 25%. You have 20% chance of restoring a charge used by your. You gain a charge every 30 seconds. حاسسها حلوة دي. إن أنت تاخد charge كل 30 seconds. بس في نفس الوقت إيه دي؟ Gain infinite stamina for 8 seconds. Reveal all items around you for 10 seconds. حلوة دي. حلوة دي قوي. ماشي. اللعبة مجانية. لا مش مجانية. اللعبة 30 دولار. أنت بتهري ليه يا ابني؟ Activate beacon. Beacons reveal where all game pieces are. Your score will be affected based on how many times you've used it. نعم؟ يعني ايه ده ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ مش عارف اعمل ايه؟ الو؟ الو؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ ليه حصل كده؟ يو دايد؟ نيجاتيف 5 نيجاتيف 3 نيجاتيف 1 0 نيجاتيف 2 و لما بموت بيعمل ريسيت؟ Damn it, you lost everything. Return to where you last died and initiate a playback. Playback will restore everything you've lost. أحسن شيء إني أفهم لهجتكم. كل حاجة كانت معانا راحت. طيب بصوا الوحش قريب. اوف وات اعتقد نوقفه هنا. اولموست نوقفه هنا. اوكي معانا تشارج كويس. اوكي كويس. ايه خلاص كده؟ اخد الماستر كي دلوقتي؟ هنا الصندوق فتح. اوكي خدنا ماستر كي. There's still a lot more to remember or forget. Okay. طب هو في
في ايه؟ وورنينج ايه؟ وورنينج ايه؟ وورنينج من ايه؟ معيش تشارج انا. كده دلوقتي معيش تشارج. مفيش فلاش باك هنا. فيش فلاش باك هنا ولا هنا؟ اوكي دخلني بسرعة. دخلني بسرعة. Are you still with me? Good. What you need is in that present. Exit script to open it. Okay. اللي مش عاجباه اللعبه يعني لحظه واحده لحظه لحظه ايه اللعبه الهبله دي؟ انا هعمل له بين ليه؟ انا عايز انضف الشاب بتاع تويتش تاني. الشاب بتاع تويتش كان محترم. لو اللعبه مش عاجباه بيقول معلش يا بيس هتفرج على الستيم الجاي ويمشي. انما بقى تقعد تخش تتريق وبتاع مش عارف ايه وكده لا سيبنا نشتغل. اوكي ويلكم تو ذا سكريبت اديتور. This is where you will edit the script to piece to a story back together. مش عارف ايه. اوكي هنا نظبط السكريبت عشان نعمل قصه البنت. Let's start by introducing fragments. مش عارف ايه. يا لهوي ايه ده؟ Profiling unsuccessful. ايه؟ اه يعني انا عايز plain. You can't trust what you read. ماشي. طب انت خلاص انتر. ايس بول. اوكي هيل فاير كونسيوم. ده ايه جو الامتحانات ده؟ انا هعملها عشوائي ونجرب. لو غلط نعكسه. يا جماعه قاري قصه. انا قاري قصه وعارف ايه اللي مكتوب. انا مش هقرا لكم الكلام ده الصراحه يعني. ماشي كل سنه طيبين. هينزل ارشيف. عايز اشوف الصبح هينزل ارشيف على الساعه 3 العصر كده ان شاء الله. اوكي the present is opened. ده ايه اللي opened؟ ده ايه is opened؟ اه the present is opened. اوكي okay. لعبة انترستنج والله. ايه ده You've exposed it. Now head back to your cutting room. مش عايز. انت لسه ملاحظ؟ هو هي بقالها شوية؟ اه لسه ملاحظ طبعا. القطة اتخضت مني وصحيت. هاي ازيك عاملة ايه؟ باي. اوكي. تشارج بليز. تشارج بليز. تشارج بليز كم. تفتكر هي ولا لا؟ اوكي في تشارج هنا. اوه كنت هموت من التراب. اوكي وي ايه اللي بيحصل؟ بو لا مش بو لا استنى. فين الجول بتاعي؟ اوكي ايه ايه الصوت ده؟ ووف جاي جاي جاي. مش عارف اجري مش عارف اجري مش عارف اجري مش عارف اجري.
بسرعة 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 بسرعة. ووو اوكي ايوه 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 It's blocking my signal. I can no longer mark for you. But I think we should still continue our sessions. Before we start editing your memories, you need to know that this is where a part of it will die. Cut wisely, because there is no going back. Okay. ستارت اديتر. هنا المفروض نجمع ذكرياتنا مع بعض بحيث ان هي تكون شريط حياه مناسب، لعبه المونتاج حرفيا. ف let's start by introducing in the memory pool and the timeline. Select the memory you want to use and it will be added to your timeline. Okay. Each memory has an enhancement that will be applied if you choose to keep the beware. Unused memories will be lost forever. Okay. لو ما استخدمناش ذكرى محدده هتروح للابد. You can rearrange the sequence of your memory. Okay, director's note. If you meet the requirements in the director's note, you will get a bonus. Okay, every time your fame increases, okay, moon and stars will be awarded based on how much of each critic's condition is satisfied. Wow, اللعبة فيها حوارات. Okay, طيب. Beginning. طيب. طيب بريفيو كليب. ايه ده يا جدعان؟ ايه الجو ده؟ ايه ده ايه ده ايه الجو ده ايه الجو ده ايه الجو ده؟ next curse if cut whisper place end after beginning place end after beginning. لحظة لحظة يعني انا المفروض اعمل كده وادوس الزد هنا؟ اوكي هنا في واحدة بتشوف ممرضة بتشوف حاجة وبعد كده هنا في ايه؟ يا جدعان ايه الرعب ده؟ يعني المفروض بقرر gain a random bonus for each time. اوكي ماشي. طب نعمل كده توجل هند اكس اكس. اوكي طب ندوس كده كونتينيو خلينا نشوف كده. submitting picture for review. شت يعني لو رتبت احداث الفيلم غلط باخد كيرس ودلوقتي باخد حاجات. اوكي خدنا ريفيوز وعايزين يعمل ليفل اب. خلصنا الفصل الاول فاهم انت بتعمل ايه؟ اه فاهم فاهم بس اللعبه محتاجه ان انا اركز في كل حاجه بتتقال واقرا كلام واعمل انلايزنج لحاجات وكلام كتير كده. طيب اوكي عايز اجرب الاونلاين بتاع اللعبه بس قبل ما اجرب الاونلاين ماشي عايز اختار حد هيكسب في الجيف اوي عشان لاقيين عشان الجيف اوي يمشوا وبعد كده اللي قاعدين عشان يقعدوا بعد كده ايه نكمل الستريم مع بعض. شينا كلمنا عربي يا باشا عايز اعمل الجيف اوي. استنى يا ايه استنى استنوا معايا 4 بوينتس كمان. الله you're one step closer to figuring out who you are and one step closer to your escape. Okay, بيقولوا لي بتقول لي انت قربتي ان انت تعرفي انت مين وقربتي. Everything is stabilizing. Tell me about your daughter. She had a hard life. I wasn't there enough. She was going to grow up to be the perfect daughter and we were supposed to see the world together. Your life wasn't suited for her. Everything I've done was for her. If you're online, I'll be online. اوكي طيب quit the main menu yes
بصوا اللي عايز يدخل الجيف اواي يكتب كلمة استنى اللي عايز يدخل الجيف اواي يكتب هوبا هي واو به الف هوبا هي واو به الف ماشي يلا هي واو به الف هوبا ويبقى عندك فرصه تدخل الجيف اواي ليتس جو حبك وانا كمان بس دي اكتب هوب عشان تدخل الجيف اواي هي هو ب الف في ناس كتبتها اكتر من الف في ناس كتبتها فيها ه في الاخر ما تنجموش يا جدعان ما تحوروش هي هو ب الف لو عايز تدخل الجيف اواي ما تزودش حروف من عندك هي هو ب الف ما تزودش من عندك حروف الناس اللي بتعملها بحماس دي لا هوب تكتب ليش هي هو ب الف لولا وهوب هوب مرتين والكلام ده لا هي مره واحده هوب هي مرة واحدة اوكي والفائز هو استنى لازم نعمل شوية شو انا عايز ازود الصوت ده اوكي والفائز هو جيمي زيرو مبروك لجيمي زيرو نسخه من اللعبه ابعت لك دلوقتي على على على, على تويتش ويسبر فيها نسخه اللعبه مبروك عليك ده لايك ده ولا ايه لا اصلا انا اخترت صوت درام لون لقيته 53 ثانيه قلت والله العب معاهم 53 ثانيه بقى المفروض 3 بعد كده خلاص ماشي مبروك يا جيمي اللعبة على ستيم ففعلها على ستيم بقى واستمتع بيها وكده فيها اونلاين وهنجربه دلوقتي عشان لو عايز تعرف هو ايه استنى جيمي زيرو اوكي واجيب لك الكود دلوقتي ابعته لك على على تويتش تقعدش بقى ترغي معايا في تويتش بقى وانت ازيك مش عارف ايه وكده هعمل لك بلوك ماشي تاخد الكود العب بيه وخلاص كده اوكي لا ما كانش قصدي اعمل كده كنت ابعت له كود لعبه ثانيه خالص لعبة غالية بقى فاهمين لعبة ليه بفلوس ستير اوكي اها اها ها ها انجوي يا مان خلينا نكمل مع بعض بقى كنا عايزين نجرب اللعبة اونلاين ماشي ف خلينا نجرب اللعبة اونلاين اوكي اوكي مالتي بلاير Quick match. ده ممكن 8 يلعبوا مع بعض في نفس الوقت. هل هيبقى في حد اصلا؟ لا بس دي حتى انا ماليش في رعب يا ابني امال يا جدعان صوتك العالي دليل على ضعف موقفك يا جدعان ما تدخلش جيف اواي انت مش عايزه انت كده بتبطئ لي شغل انا يعني انت دلوقتي هتخليني اوقف الستيم تاني عشان نختار حد تاني طب ما ليه دخلت الجيف اواي لو مش عايزه ماشي طيب اللي عايز يدخل الجيف اواي يكتب كيكي كافيه كافيه كيكي يلا
اللي عايز يدخل الجيف اواي يكتب كيكي. كيكي do you love me are you riding see you never to leave from beside me I want you. شكرا على donations النهارده يا جماعه. I appreciate it and I appreciate you and I love you. كيكي 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 كوبي رايت. اوكي والفائز في الجيف اواي هو يوتيوب. يوتيوب والفائز في الجيف اواي هو ها و يلا واحده خفيفه. زيلينا ده في ايه؟ اوكي ماشي. زيلينا مبروك نسخه من اللعبه. هيجي مني دلوقتي على تويتش ويسبر. انجوي ذا جيم. اللعبه شكلها حلوه والقصه شكلها فيها حوار يعني. ف هبعت الكود دلوقتي. زيلينا اختار جارت. خلينا بقى ناخد الواد التاني ده نسرق منه الكود ونديه لزيلينا. مبروك كونجراتس انجوي ذا جيم تو ذا اكستريم وبس. بجد والله بجد. ايه ليه مش مصدقه ولا ليه مش مصدق والله. اوكي دلوقتي خلينا نجرب المالتي بلاير تاني. كويك ماتش يا رب بس اشتغل. ما اعرفش هل في حد بيلعب اونلاين دلوقتي ولا لا، بس هي فيها اونلاين. اللعبه نازله في مايو 2019 فممكن تكون الناس ما بتلعبهاش اونلاين دلوقتي. انت وحش يوتيوبر حبيبي تسلا. I swear I wrote it a lot of times. I'm crying right now. مبدئيا تقريبا النايت بوت اصلا اللي بيعمل سبام كتير بيفكسته تقريبا. غير كده هي ملهاش علاقه تكتبتها كم مره. اللي بيكتبها مره واحده بس بيخش السحب خلاص، مره واحده كفايه. غير كده بقى كمان عشوائي اللي بيكسب، فملهاش اي حد بيكسب على اساس اي حاجه. اوكي ايه ده؟ اوكي انا كده هوست. طب ستارت فوت خلينا نشوف. نيد مور بلايرز. شكلنا مش عارف نجرب الاونلاين للاسف. للاسف. طب خلاص خلاص خلاص. طيب اعتقد لو الاونلاين مش شغال دلوقتي او ما فيش حد بيلعب دلوقتي يعني، بما ان الجو اصلا او الوقت متاخر او كده، فانا غالبا هوقف البث على هنا. في حاجه بقى جديده عايزكم تعرفوها يا جماعه. من الان وصاعدا هنعمل هوست الناس عشوائيه تماما جديده يعني، غير الناس اللي معملها هوست عاده، عشان نحاول نساعد شويه ناس ان هي تكبر بقنواتها وكده، لان في ناس تستاهل. فانا النهارده عملت حمله كده بسيطه كده، قعدت ابص على الناس اللي تستاهل وعملت لهم كلهم فولو، وهعمل هوست لحد منهم دلوقتي. فخلينا نختار منهم حد. اختار ايه ده؟ ده في لسه كمان. اوكي بقول لكم هنعمل هوست ل مولوتوف. اوكي مولوتوف اللي بيقعد يعمل دونيشنز ويخدني وكده، هعمل هوست ليه وراح اتفرج عليه. اوكي مولو توف زد 7 بس هنعمله ريد مش هوست. اوكي فكل يروح على ريد. نورت يا جماعه النهارده. اللعبه ما كانتش رعب بالكامل كافي، بس كانت تنشانه قوي يعني. هحاول اجيب لعب رعب. انا عمال احاول على فكره يعني، انا دلوقتي فعلا عمال اتواصل مع ناس كتير عشان اجيب لكم العاب رعب، وجايب لعبه كيوت كده. عايز اوريها لكم. استنى 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 استنى، عايز اوريكم اللعبه الكيوت عشان تقرروا نلعبها مع بعض ولا لا قبل ما اقفل الاستريم. اوكي بس بما اني اوكي 10 ثواني وارجع تاني اوريكم اللعبه وبعد كده نعمل الريد ماشي، عشان بس مش عايز الحته دي تنزل في يوتيوب فيقول لي كوبي رايت كليم. اوكي فعد 10 ثواني وهرجع لكم تاني اوريكم اللعبه عشان بس نقرر نلعبها مع بعض ولا العبها مره كده اي كلام. بس عد 10 ثواني.